السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا يعني فيديو موضح راسو، غادي نديرو كيك ديال البرتقال بالطريقه المصريه. غديروا يعني مرت كيفاش غنقول لكم، يعني من العائله، مع عائله راجلي ام فاروق هي اللي غادي ديروا. غادي نصور معها ان شاء الله. غتعملي ازاي بقى؟ اشرحي لنا. دول كوبايتين دقيق، يعني المقدار في كوبايتين دقيق من دي، من الكوبايه دي، يعني الكوبايه بتاعت الميه، يعني كاس ديال الماء كبير. سكر بحالو السكر. الكوبايه ديت احنا هنكيلها عشان نعرفكم هي قد ايه زيت بالكوبايه دي برضه، بس انا عشان خاطر طبعا عارفه المقدار، هذا مقدار زيت. هي اصلا دايما كتكيل الزيت بهاد الكوبايه، بهاد الكاس، يعني بالنسبه له الكاس ديال الماء. ان شاء الله غادي بس غادي تكب هذا السكر وتوريكم شحال، يعني تقريبا غيجي الربع ديال الكاس. تمام. ثلاث بيضات، ثلاث بيضات، ثلاثه فانيليا في المقدار، في المقدار الواحد ثلاثه فانيليا، وهناخد نص بكل بودر، يعني 7 غرام او 8 غرام. يعني البيكنج باودر يعني هنا عندنا احنا 16، يكون عندهم هنا 16، يعني في المقدار واحد غادي دير غير 8 او 7 على حسب. عصرة ليمون غادي في الاخير، يعني اول حاجه يعني غادي نديروا البيض. ولكن حاجه واحده هنا، هذا المقدار هذا كي قلنا المقدار واحد، ولكن هنا يعني على قبل العيله كيديروا الصينيه الكبيره او النور الكبير. غنوري لكم دابا، اوري لكم دابا التي لاحظون. هذا هو الصينيه الكبيره او المول الكبير، يعني حجم عائلي. المهم احنا 38 38 38 يعني المقدار ده بيعمل نص الصينيه. يعني احنا قلنا درناها هكا باش تشوفوا المقدار الاولاني، ومن بعد اللي باغي يدير الدوبل يدوبل. احنا دابا غادي ندبلوا هاد المقادير كلها كيف قلت لكم، باش نديروا ديك الصينيه الكبيره ديال الحجم العائلي. اول حاجه غتحط البيض، والمهم هنا غادي نضربوا في خلاط او الميكسور او الباتور او يديكم، ماشي مشكل صح؟ تمام. ممكن يعملوا بايديهم صح؟ مش مشكل. المهم كيك ما ماشي مشكل، كيفاش قادي القاعده ديالو معروف عند اي واحد. غادي نضربوا البيض مع السكر، مع السكر والزيت، يعني غنحطوا البيض والفانيليا، وغادي نكيلوا لكم هذا الزيت بالنسبه للكوبايه ديال او الكاس ديال الماء، والفانيليا اكيد. هاد الثلاثه هادو هما الاولين كيضربوا في الخلاط. البودر مع الدقيق اكيد، شويه ملح احنا ما حطيناش، ولكن هو ضروري كنحطوا الملح. المهم غادي نضيف، لسه ما حطيناش البودر، هنحط البودر على الدقيق ونحط رشه ملح. ده اللي قلتو. نبداو نديرو هادو باش نوريكم المعيار ديال الزيت شحال في هذا الكاس. المهم احنا خلطناهم هنايا وعبرنا يعني المقدار الثاني، الزيت الثاني فاش درناه ربع الكوبايه، جات هذيك الكوبايه صغيره، جا ربع كاس ديال الماء، يعني ربع كوبايه ماء. يعني فاش غادي تضبلوا ممكن ديروا نص ديال هذا الكاس زيت صح، نص كوبايه ميه زيت، المقدارين الدوبل. نص صافي. احنا غنحطوا على هذا المقدار واحد اخر، المقدار الثاني، ونخلطوه وانتم معنا حتى الاخر. ايوه دول 4 كوبايات دقيق. كنا صورنا كوبايتين، حطينا كمان كوبايتين عشان المقدار دوبل. حطينا بقى البودر كله. المهم هكا كيجي القوام ديالها بحال هكايا. في هاد الاثناء هادي غادي دير هاد الليمون ولا الحامض، نص ليمونه هو اللي بيخليها كده مفشفشه. نص
صافي احنا سالينا الكح صح خلصنا. طبيعا ندهن الصينيه بالسمنه او الزبده وندير لها رشوها بالدقيق ونحطوا الكيك وندخلوه للفرن على حسب كل واحد كيفاش كيطيب الكيك ديالو، يعني المعتاد ديال طياب الكيك ديالك في الدرجه الطبيعيه ديال اي حد. هادشي ما كان المهم نتلاقاو ان شاء الله فاش غادي يطلع الكيك من الفرن ونوريه لكم كيفاش غادي يجي كيك تيكون زوين. صراحه انا خديته وكليته من عندها قبل من هاد المره بالبرتقال، كيجي زوين بطريقه مصريه. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كيف ما كتيكون دابا حنا الكيكه جاهز، غادي نحطو ان شاء الله وندخلو الفرن ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. طلعو من الفرن ان شاء الله. احنا كده طلعنا الكيك من الفرن. تسلم ايديكي. انا بحبها كده، في ناس بتحبها تحمر اكتر من كده مفيش مشكله، بس انا على كده يعني بتجيني جميله. هي كده حلو، ده الحجم العائلي زي ما قلنا. كده احنا هنقطع لكم حته ووريكم شكلها من جوه عامل ازاي، بتبقى مفشفشه من جوه مش معجنه ولا كتمه. احنا المفروض نسيبها تبرد شويه بس احنا هنطلعها لكم مفيش مشكله. طبعا حاسب عشان سخن. انتم البنات شوفوا كيفاش كتجي يعني من داخل، شوفوا الشكل ديالها سفنجيه والداخل ديالها ما معجناش يعني مفشفشه من الداخل. صراحه تسلم ايديكي ام فاروق. هذه هي الشكل ديال الكيك المعتاد عند المصريين. صح، ومعلوماتك بقى ان ده مش الدقيق اللي هو الابيض. صح، ملاحظه احنا ما قلناش. يعني لو الدقيق الابيض اللي هو احنا بنقول عليه الفاخر كانت هتبقى اخف كمان من كده، بس انا عامه بحبها بالدقيق البلدي. الدقيق الدقيق البلدي بتاعنا ده كمان. انا اترجم لهم بقى. الدقيق اللي حاطه هنا مش الدقيق الابيض، يعني هما كيستخدموا الدقيق اللي هو ديال القمح، كيكون مطحون من بعد كيديروه بحال الزيرو هكا، يعني رقم زيرو او هكا. انا كيستخدموا الدقيق القمح، يعني شوفوا كيفاش جات بالدقيق القمح، ما مكتوماش ماشي معجنه وجات زوينه. الله يعطيك الصحة أم فاروق. ذوقي بقى كده. هي سخنة. مذاقها حلو جدا ومذاق ونكهة البرتقال تحفة. زوينة بزاف. الله يعطيك الصحة. هكا كان الكيك ديال اليوم، نتمنى أنكم تجربوه وردوا لي في التعليق. وملاحظة واحدة أخرى عاوتاني، السكر على حساب المذاق ديال البرتقال، يكون برتقال يعني السكر كيف كيقولوا هنا، كاين البرتقال يكون حلو بزاف يعني ما تكثروش السكر. هذا البرتقال اللي هنا ما كانش حلو، يعني كان في المعتدل، اننا نديروا هذيك الكاس ديال السكر. لهذا جربوا ذوقوا البرتقال العصير ديالو، عاد من بعد به غادي تشوفوا تعدلوا كميه السكر اللي غديروا. هذا ما كان، هذا غير توضيح. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وردوا لي في التعليقات. شكرا مفرو على هاد الكيك. يا رب تجربوه ويا رب يعجبكم. ان شاء الله يعجبه، من عجبني اصلا حلو. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى لكم يعني تجربوه. ودائما كنقولها قبل ما كنختم، شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر. ان شاء الله بعد كده ممكن تعملنا فطير ونعملوه. فطير مشلتت احنا بنقول عليه عندنا. فطير مشلتت؟ خلاص، هي بتقول هتعمل فطير مشلتت وانا هصوره ان شاء الله وهي بتعمل فطير المشلتت. ده المعروف في مصر اللي بنسمعه في الافلام، ده فطير مشلتت وفطير مشلتت كده ان شاء الله. هاد الشيء اللي كان، نرجعوا نقولوا عاوتاني شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، وإلى فيديو واحد آخر. كنكون السلام عليكم.